البيضاني انا وانتم واحد دكتور؟ انا وانتم واحد. معنا واحد. ايه معنا واحد بلذلك يقول لك هو انه انجازات محمد عبد العزيز وانه انصف المجتمع هذا من الناحيه الاقتصاديه. والله محمد عبد العزيز هو قسم 400 هكتار من التراب من بينه هو ورجال اعمال البيضان وباعوها ب 7 ملايين و 5 ملايين هون على الصكوك في الوقت اللي يقبض الاف العبيد وابناء العبيد من كبه مندز وكبه القنازير اللي كانوا ناقعين تحت الماء ويزرقهم شرطة الحين في دقريقه وفي ليده ثانيه، لماذا ما يجيبون شرطة التراب البيضاء اللي قريبه من تبنى خرزينه؟ لما انه واحد، علاش ما يخلوا العبيد والحراطين يتحاكوا المناكب ويتخلطوا في نقره تبنى خرزينه مع البيضان؟ لماذا يعود يقبل التراب في الصكوك؟ دار النعيم يشقها ب 20 كيلومتر من الطريق المعبده. واحنا حالا عندنا السجناء، هو محمد عبد العزيز يقول ما في سجناء راي سياسي، في بعض في حنان لو المبيري سجين سياسي سجين راي حركه ايران قدم والعبيد من قلعت منهم تراب ومتقالعين منهم المتنفذين باوامر من محمد عبد العزيز، في ابو بكر والياتمه حرطاني ويعدل دراسات عليا وحنان لو المبيري دراسات عليا في القانون، هذا مثقفين من القانون ساجنهم محمد عبد العزيز على رايهم ساجنهم على رايهم السياسي وعلى وقوفهم باجسادهم بدمائهم مدافعين عند خدم العبيد في دار النعيم، حتى دار النعيم من عاد ترابها بيضاء وعاد زين وعاد عندها قيمه، قبلها قال انها منطقه صناعيه. يلعب على العقول. منطقه صناعيه تقسم على رجال الاعمال، على المقربين من عبد العزيز، على عائله عبد العزيز، على التجار المحتكرين تجاره السكر وتجاره القمح وتجاره الخشب وتجاره بينتير، على التجار اللي وقفوا باخره في طريق الملاحه امام ميناء الصداقه مده شهرين لم يستطع كائنا يكون ان ينطق. هذو الناس ينقبضوا ابائنا وابنائنا وخالاتنا واخواننا والمستضعفين والمهمشين من العبيد ويقاموا اصناق وينزلقوا شر ترحيل وتنقبض ناس اخرى وتقسم عليها التراب والصكوك وتتبيعها ب 7 ملايين. تفرق زينه حالا هذه المنطقه التي يسكن فيها معالي الوزير ويسكن فيها معالي مدير الحمله اللي عاد يقول عنه هو ما قد شاف العبيد والعبيد ما خارجين من اهله اصلا هو خير مو العبيد. ومازال شنو يتعذروا ياك التغير الاقتصادي نورا يزيدكم ثلاث دقائق شوفوا خمس دقائق وفاولا نزيدكم يزيدكم ثلاثه بعدين نعطوا هو ثمان دقائق نعدلوا ويتويت تفضلوا لا انا لا زيدنا انا لا عندي وقت ولا يرى نعدلوا ويتويت هذا الناس اللي هم اكبر دليل على ان يمارس عليهم الاستعباد بطريقه اخرى حديثه ما في قناعات. محمد عبد العزيز يقول عن الناس المجرمه هي اللي خسرت موريتانيا. معالي الوزير كان وزير بنظام ولد الطايع والمعالي مدير حملته الحالة كان مدير في زمن الانقلاب الاول. ثم شلا يتعذر ياك تفكسوا لي المشكله. وجه محمد عبد العزيز رساله استرداد اموال اتهمه هو محمد عبد العزيز، انا اول متهم محمد عبد العزيز اتهم مدير حملته الحالي ايام كان مدير سكوجيم اتهمه بانه اختلس اموال الدوله. اللائحه السياسيه لمحمد عبد العزيز ابتداء من راسه وزير الماليه الاسبق معاويه السيد احمد الطايع الى اخره وزير الماليه ووزير في حكومه محمد عبد العزيز هذا كلهم كانوا في الانظمه الفايته والانظمه اللي هي لعنها والعبد العزيز ويقول عنها هي فسدت موريتانيا وهي قرقت موريتانيا. اذا احنا لابد ان نعرف من يجلد من. نحن في مشروعنا السياسي نراه على ان هذه كامله ذريه من بعضها من بعض وعلى انها يا الله هذه الناس اللي هي تمرق الخارطه السياسيه بهاش بهذه مجموعة من المتملقين مجموعة من النفعيين مجموعة من الناس اللي كالت المال العام واللي مضطرة مكرهة صاغرة انها تدفع تالبة محمد عبد العزيز خايفته لا يمرقلها بين قبل فترة محمد عبد العزيز اتهم معالي الوزير دقيقة الأخيرة معالي السفير باختلاس اموال وانا نعرف انه ما يحق نعرف انه ما يحق غير نوع من الارهاق يمارس على الوزير نفسه لما كان سفير بينما سفراء البيضان اللي موجودة في العالم ما في محد قط تهم ولا في محد قط هاجموا الاعلام الموريتاني وقال عنه نهب الاموال، انا نعرف عن الحراطين اللي يعودوا مسؤولين على انهم مسؤولين ولا ينهبوا ولا يصرفوا، ونعرف عن البيضان اللي في الوزارات وفي السفراء على انهم ينهبوا ويصرفوا ويبنوا منها فيلات ويبنوا منها الوزارات. يقال لا يمارس النوع من العبوديه على هذا الفرد او اثنين، يا كانوا يتموا خاضعين يا كانوا يتموا دائما يواجهون احنا، وهذا جزء من ثقافه البيضان، كانوا البيضان اصلا ادباء يقبلوا ربوا عبد السيد